أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. مرزوق رشيد 30 سنة، ولد جديدة، حكايته مع الكرة حكاية، بالضبط فريق الدفاع الحسني الجديد فيما مشات هو معاه وتينظم حياته ما بين خدمته وهوايته، وما ناسيش الواجب ديالو كرب أسرة وأب لا تفل. هاد رشيد في الصباح شيفور تاكسي وفي العشية مشجع للفريق. رشيد جلسنا في فراشو وقسمنا معاه خبزو ومحراشو، ولكن كيفاش شايديت كيفرق ما بين خدمته وهوايته؟ باش نكتشفوا رشيد خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم تاعي مرزوق رشيد، مزداد 1986، مشجع فريق الدفاع الحسني الجديدي منذ الطفولة. كنت البداية تاعي كنت نمشي مع الأب تاعي كمشجع صغير، وهذه ورثته من الأب تاعي وبقيت غادي بهذا الشيء. وأنا نتنبأ الإبن تاعي عنده 9 سنين أنه عنده أمين ونتندي للتيران. كيفاش جاتك الفكره باش تشجع فريق الدفاع الحسني الجديد؟ جاتني الفكره باش نولي نشجع الدفاع الحسني الجديد، بانني منذ الطفوله كنت نمشي مع الاب تاعي وبقى هذاك الحس بحال هكا تمشي. بعض المرات ماشي نمشيش الاب تاعي، تمشي مع الاصدقاء تاعي، وبقيت غادي بحال هكا تمشي ونشجعوا وداك الشيء. شويه ولينا نفس الوقت نشجعوا وتنديو معنا شي حاجه اللي نستافدوا منها، تنديو بحال كوجاك بحال شي حاجه تنبيعوها تما في الملعب، فهمتي؟ وبقات هذاك الزرع بانك تتبيع كوجاك، تتصور واحد المصاريف شويه اللي تقضي به في ايام الدراسه وداك الشيء. بقى داك الحب، ان الرغبه ديال البيع والشراء، وبقات الرغبه ديال الدفاع بان انت. شحال من عام وانت كتشجع هذا الفريق؟ كنت شاب صغير تمشي مع ولاد دربنا بحار الله يرحمه وسماعين باداد الله يرحمه، كنت تمشي معهم كشاب صغير تنشجع. مشينا الاس في كانت جديده ما تلعبش في الميدان هنا مع الفيضان اللي كان في المدينه الجديده، كنا تلعبوا في الاس في، وكنا تمشيو في الكار باقي صغير تنعقل على راسي وتنمشي تنشجع الفرقه وتنشوف حالنا، وداك الشيء تزرع في الدم وبقينا دائما تنشجعوا الدفاع. فهمتي؟ ماشي سهله من 99 تشجع الفرقه. 2005 صعد الفريق برئاسة مدرب طالب نيت، ورعدوني ضرب في الدقيقة 66، وفرحة كبيرة في المحمدية. هذاك هو الصعود تاعنا 2005 لحد الآن، وحنا غاديين مزيان معاهم وتنشجعوا معاهم، أنا تنشجعوا من قلبنا. كيفاش كيعاملوكم المسؤولين؟ بالنسبه لنا حنا كمشجعين تنشجعوا، بان ماشي شحال من تيقول لي تهبلتي رشيد دايره في راسك هذا الشيء، عندك وليداتك سير ديف وليداتك، الدفاع راه ما عندها ما تعطيك، وانا الدفاع راه ما عندها ما تعطيني، وراه ما تعطيني والو، ما تنستافد منها والو انا اصلا. وانا راه مستشار تاع الرئيس ديال الدفاع، راه كان تيضرب حدايا الطبل انا، وراه دابا راه ولا واصل في الماء الله يعاونو، حنا ما حاسدينوش. باش في عقلو على الناس اللي تيضربوا الطبل واللي تيضربوا في المساعده للدفاع حسن جديد. انا تعقل على معامله، تعامل معايا ماندوزا ماشي مع الدفاع مراك، وتعامل معايا على شي رؤساء هنا، تعامل معايا معامله حسنه. انه واش شي تما وجاي تشجع جديده وتيستقبلك المحتضن ديال الفرقه الاخرى وتيدخلك، والرئيس تاع الفرقه ما تيدخلكش. هذا الشيء اليبوك، تنعاود لك على قديم 2000 2001 2002، فهمتي؟ هذا الشيء نقول معاناه عندنا بزاف، نعسنا في الجوامع، ما خلينا ما درنا على قبل الدفاع، بان ما خلينا فين مشينا وجد العيون، ما خلينا فين مشينا جميع المدن مشينا لهم، ما خلينا ما نعاودش لك شنو كاينين شي معاونات، كاينين شي وعدين تيقول لك باش يلا تاسست ديك الجمعيه ديال الزهره، ثاني قال لك زيد يلا الجمهور يلا لقاونا حنا كاينين قبل منهم، وفي الاخر حنا ينساونا حنا كجمهور. لا ما خصهمش يديروا معنا بحال هكا، تيبينوا الجمعيه تاعهم وتيتسلوا في عالم وتيخليوا الجمهور. وهذا راه معروف من جمهور 2001 معروف كاين وحاضر وديما مع جديده. كيفاش كيعاملوكم داخل الملعب؟ حنا كمشجعين ما كاينش اللي تيتسوقنا ولا يقول لنا نتوما دخلوا ولا ديروا، خاصهم يجيو يأطرونا كجمهور، جايبين طبوله تاعنا وجايبين كاسكره تاعنا تنشجعوا، خاص شي واحد من هذوك المسؤولين يتكلف بينا كجمهور. ديما تنحضروا للتيران، ديما تنجيو، خاص شي واحد يتكلف بينا من هذوك المسؤولين،
اي مسؤول شو بقاو هادو هاد العامين اللي باقا ليهم سوا جا مسؤول خرج جديد تنبل هاد النداء بان الجمهور خاصكم تعطيوه وقته وتهضروا معاه وتعطيوه وقته وفرصه تاعو انا حنا اليومين جايين نضحيين في وقتنا نضيحين زي سميتو على قبل جديده ونجيو نلقاو هذاك اللي داخل البيت تاع جديده ساد علينا القفل ما يمكنش هادشي ما نتقبلوش كجمهور ديال جديده وما نتقبلوش هادشي فهمتي بصح خاصنا نديروا التذكيره ولكن بعض العناصر بحالي انا وشي عناصر اخرين راه خاصهم يدخلوا بان مؤطرين تاع الجمهور تيكونوا لكم الجمهور خاصكم تعترفوا بهم وتدخلوهم وتعطيهم التذكيرات تاعهم باش يدخلوا يشجعوا الجمهور بالنسبه للديبلاسمون تنديبلاسو راسنا تنخسروا راسنا شي مسؤول ولا شي حاجه تيعطينا شي حاجه راه ما تيعطيونا حتى حاجه هادشي اللي نقول لك ولا ما باغينا ما يعطيونا حتى حاجه حنا غير نجيو للتيران الدفاع يتعترف بينا ندخلوا للتيران معززين مكرمين ونشوف حالنا والله يعاون الله هادشي اللي باغي من هذا المكتب كامل كاع هاد المكتب باغي باش نجي من التيران الدفاع يحبسني السيكيريتي لا رجع في حالك واش شجع قدي هذاك السيكيريتي واش كاين شي مساعده من طرف المسؤولين ملي كتكون الفرقه خارجه انا كشيفور ديال الطاكسي تنستعمل الطاكسي تاعي مسك لي شويه الله شويه ما بينه وبين المهم ما عندناش وما خصناش كما تيقولوا الناس ما عندناش وما خصناش اننا حنا تنصيروا من عندنا باش نمشيو نشجعوا الدفاع في اي بلاصه مشيت تنصيروا من عندنا باش نشجعوا الدفاع وما كاينش اللي تيساندنا ما كاينش اللي تيساندنا بصفه نهائيه فهمتي الدفاع تنمشيو انا باغي تشجع ولا باغي تجي باغي دير شي حاجه الا عاد قد بها هذاك حرب طويل ما تيقد عليه الا اللي داخل لي فهمتي انا تنصير من عندي باش نمشي وتندي معايا الاصدقاء تاعو اللي كانوا معايا من 2002 2001 تنخلص عليهم وكل شيء تنقضي لهم الاغراض تاعهم اي حاجه بغاوها ما تيلقاو معايا غير السعاده ومؤخرا كاع في اللقاء الاخير مشيت لبركان ومشى معايا واحد الصديق ومع الظروف الخاصه وتم تذكره غاليه دايرين 70 درهم بركان فهمتي دايرين 70 درهم تذكره غاليه تما خلصنا 70 درهم خرجنا دخلنا تم اللي سالينا واحد الاخ من الدراري اللي جاوا معايا ما بقاش عنده الفلوس باش يركب فهمتي ما لقى حتى واحد اللي وقف معاه تم ديما راهو كارهم وزادوا في حالهم فهمتي ما حتى واحد ما لقاو كمسانده لواحد ضارب عليك شحال من كولوميت باش تيجي يشجعك وما تساعدش معاه راه حشومه عيب وعار ما عندهم يتساعد معايا انا بالنسبه للاخ اللي مشى معايا حتى ولا حكم بلا ما نسميو سميتو بانه وقف فكان في هذيك المقابله راه تعرفوا بعدا اللي سمعوا راه يعرف في هذيك المقابله تلاقينا معاه في المحطه الكبيره ديال الساتيام وخلص على داك الاخ وجابو معاه جابو معاه الكازا فهمتي هادي من انا تنشكرو وبالنسبه للجماهير تتعاني بزاف تتعاني الجماهير تتعاني بزاف هادشي اللي باغي نوصل لكم بان الجماهير تتعاني وباز الجماهير الحقيقيه اما الجماهير اللي تتفرج غير في القهوه وسميتو راه ما تتعانيش ما عندها علاش تعاني وليت تجي للتيران تسب وتعير ما عندها علاش تعاني اما اللي تيمشي يحب الفرقه وتيتبعها هو اللي تيعاني في صحته تيعاني في طريقه تيعاني بزاف د الحوايج انه تيبغي الفرقه وتيموت على الفرقه كيفاش كتفرق ما بين خدمتك وهوايتك والله حب كرة القدم وفريق الدفاع الحسن الجديدي وقت الخدمة تنخدم والوقت اللي يكون عند فريق الدفاع الحسن الجديدي شي مباراة تنعيط على الشيفور الأخ اللي معايا وتيضاف ليا تنخلف ليه من بعد البريز تاعو كيفاش كيبان لك الفريق هاد العام؟ العام غادي مزيان وتنتمناو ليه التوفيق وبشهادة جميع المدربين في جميع الندوات الصحافية أن الفريق في المرتبة الثانية فريق مزيان غادي مزيان لعابة رجالة ما عندي ما يتسالهم تيلعبوا مزيان ما خص غير شوية الجمهور راه خصهم يحضروا ضروري بزز منهم بأن ديك بلادهم بأن الدفاع اللي تيموت على الدفاع راه يحضر بزز منه غايحضر اللي تيموت على الدفاع ونعرفوا دفاعي ينساو المشاكل ونساو أي حاجة ويشجعوا الدفاع أن حنا تنحبوا الدفاع خصكم تجيو تشجعوا الدفاع هادشي اللي باغي نقول لك وبالنسبه لهاد العام ان شاء الله الفريق الدفاع الحسن الجديد راه غادي مزيان وبهذا المكتب راه غادي مزيان ماشي انا حتى انا نجي على هذا المكتب ولا تيبان لي مع المكتب كامل فيه غير الرئيس هو اللي كاين اما الشيء الاخر راه حيد فحالك بلا ما نبقاو نعاودو نهضروا بزاف ندخلوا لهذا الموضوع موضوع طويل هذاك فهمتي الدفاع
فرقة هاد العام خاصها غير شوية الجمهور، خاصها غير شوية الجمهور، ونتمنى ودير اللقب ديال هاد السنة إن شاء الله بإرادة جميع الدفاعيين وجميع الغيورين على الدفاع، فهمتي؟ وباغي نقول لشي حياه حيبعدوا على الدفاع، راه خليو الدفاع غادا، خليو غادا في هذا المستوى اللي غادا فيه مزيان، وما يبقاوش يتشوشوا الدفاع بزاف، تشولوا بزاف متشوشين، ولاو شي واحدين بلا ما نبقاو نهضروا بزاف، واحد باغي يصمصر في جول، واحد باغي يصمصر في هذا، واحد باغي يصمصر في اللاعب، واحد باغي يجيب هذا الجولي غاردي، واحد باغي يجيب هذه، راه الناس عارفين اش يديروا، عارفين اللعابه اللي يدخلوا، عارفين كل شيء اللي يدار، فهمتي؟ هادشي ماشي كمشجع، انا ما تنهضرش بصفه عامه كمشجع، تنطلب من الجماهير الغيوره على الدفاع الحسن جادي تساند الدفاع في هاد 15 دوره اللي جايه، وان شاء الله يكون لقب، راه عيب وعار فرقه في مرتبه الثانيه وما يجيش. واش كاين شي دعم من عند شي جهات؟ ديجا تقولوا مدعميني شي واحد، ما مدعمني حتى واحد، في بعض الجمعيات يقولوا لي باش تدخل معنا وتولي معنا، بانني انا كمشجع دفاع سندي قديم خاصنا نمشيو لداك التيران يرحبوا بينا، اما كلشي دابا باغي يضارب معاك في داك التيران، ما كاينش اللي تيرحب بك وما كاينش اللي تعطيك شي كلمه طيبه ويعرفوك حتى انت مع الدفاع، باغيين يجريو عليك كالجمهور الاخرين، كالجمهور الاخرين اللي كانوا الاولين باغيين يجريو علينا كما جريو على شي وحدين، انا حنا تنعانيو كما انا والاخرين تنعانيو حتى حنا، وها انت حنا راه تنشجعوا من قديمه، انت اليبوك قبل ما يكون هادشي كامل حنا تنشجع، والدري راه باقي صغير معايا، انت باقي عنده عامين تنجيبو للتيران، ها انت بمشاهده الجماهير، فهمتي؟ هادو بعض الصور ماشي باش انا دفاعي، انا عارف راسي دفاعي، ما تسناش واحد يقول لي انت دفاعي ولا ما دفاع، فهمتي؟ وتنتمناو من المكتب ولا اي واحد يوقفوا مع الجمعيات يوقفوا مع الناس، ان راه هادشي راه عيب عار تخاصموا مع الجمهور وتجريو على الجمهور وداكشي، راه ما خصكمش ديروا بحال هكا، خصكمش تجريو على الجمهور، خصكم تكونوا واقفين معاهم ومساندينهم وتعرفوا انك انت كجاي مسؤول في هذيك الفرقه، تعرف شكون هذا الجمهور اللي كاين، شكون هذا القديم اللي كاين هنا وشكون هذا اللي كاين هنا، فهمتي؟ انا كاين بعض الفرزيات تما في هذاك التيران، وبلا ما نبقاو نهضروا بزاف، كاينين فرزيات في هذاك التيران ديال الدفاع. واش تبغي توجه شي رساله للمسؤولين؟ احنا مستعدين باش نعاودوا يجيو الجماهير، الجماهير كلها مستعده باش تعاود ترجع، فهمتي؟ انك كنت كمسؤول مع الدفاع، انت مسؤول مع الدفاع، وكنتي تضرب الطبل وكنتي تشجع وليتي مسؤول ودزتي في الحيحه وعاد وليتي مسؤول، انك خاصك تعرف بهذه المعاناه تاع الجمهور، مجمورة تيامي. كيف جاك الثمن ديال التذاكر؟ التذاكر الفرقه راه هي الثانيه وما تيحضرش الجمهور، راه بالنسبه كاين شي واحد، كاينين شي وحدين تيعانيو من التذاكر، وكاينين شي وحدين عندهم مشاكل معاكم، فهمتي؟ منهم ليكم هذوك حربكم بينكم وبينهم، انا تنهضر على الناس اللي ما تيقدوش يتقاطعوا ويقطعوا التذكيره، فهمتي؟ تيقطعوا التذكيره ب 30 درهم قاصحه شويه في الشمس، انا كلا درتي 15 درهم ودخلات لك واحد 2000، راه تعاون الفرقه وتعاون كل شيء، وكل شيء ضاحك، كل شيء مشجع، كل شيء ناشط، ولكن باش دير 30 درهم وما يدخل لك حتى واحد، يدخل لك 80 ولا 90، راه ما درتي والو، راه تنكبوا الماء في الرمله، الفرقه غاده والماء نكبوه في الرمله، راه حشومه عيب وعار. شنو هو رايك في المنتخب الوطني في كاس افريقيا؟ بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي تنتمنوا ليه التوفيق ومسيره موفقه في كاس افريقيا، وحنا راه ماشي جايبين مدرب، جايبين مدرب ديال الالقاب اللي يجيب لقب، ماشي، وعندنا فريقه مزيانه الحمد لله، منتخب زوين، وتنتمنوا غير المنتخب المغربي يكون في الكلمه تاعو، والمدرب تا هو المدرب ديال الالقاب يكون في الكلمه تاعو، ما نكون بغينا نجيبوا شي مدرب اخر، راه نجيبوا اعطى الله المدربين، ولكن حنا جبنا مدرب ديال الالقاب باش نديو اللقب ان شاء الله، وان شاء الله يكون لقب وتكون مفاجاه ديال المنتخب المغربي باش نشجعوه ونساندوه، واخا وراء الشاشه مهم نكون حاضرين ونشجعوا الدكاليين، جميع المشجعين الدكاليين يشجعوا، وتنموتوا على المنتخب وتنموتوا على الدفاع، وديما دفاع، ان شاء الله لقب كاس افريقيا يكون المنتخب المغربي، ولقب البطوله للدفاع الحسن الجديدي، حب من حب واكره من كره، وشكرا لكم والى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.